بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله باباتي طلاب المرحلة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باباتي اليوم محاضرتنا إن شاء الله chapter 13 اللي هو chapter الأخير إن شاء الله من المنهج اللي هو بعنوان Does it transform. باباتي هذا الشابتر مهم جدا لأنه هواية تعتمدون عليه بالاتصالات بصف رابع وكذلك بالسيطرة. هو موضوع جدا مهم، راح نشوف تفاصيل اللي راح ناخذها بهذا الشابتر. احنا حناخذ انترودكشن بسيطه، بعدين حناخذ الاناتيكال ديفلوبمنت، ايضا باباتي حناخذ الان لاترال زت ترانسفورم، حناخذ الريليشن بتوين الدي تي اف تي والزت ترانسفورم، حناخذ الانفيرس زت ترانسفورم، حناخذ البروبرتيز للزت ترانسفورم، وحناخذ السوليوشن اوف ديفرنس ايكويشن بالزت ترانسفورم شلون حننفذها، وحناخذ الزت ترانسفورم للال تي اي دي سيستم، وحناخذ الريليشن بين اللابلاس والزت ترانسفورم، وكذلك الريليشن بين الدي تي اف تي والزت ترانسفورم. احنا مثل ما نعرف بالشابتر 11 اخذنا فورير سيريز والفورير ترانسفورم، وعرفنا شلون نوجد فورير سيريز للديجيتال سيكونس والفورير ترانسفورم، أهمية كل واحدة من عندهم، وأخذنا مقارنات وقلنا أنه مثل ما تعرفون عندنا بريوديك ونون بريوديك أو أبريوديك فانكشن، الفورير سيريز المن كان يوجد والفورير ترانسفورم المن وليش، لأن مثلا قلنا الفورير ترانسفورم هو للأبريوديك فانكشن والفورير سيريز هو للبريوديك فانكشن، وأخذنا بعض الفانكشن إلها فورير سيريز وبعض ما إلها فورير سيريز وهكذا. احنا اليوم حنتطرق للزت ترانسفورم اللي هو ياخذ الفريكونسي دومين باسلوب اخر. لذلك اذا اردنا نعرف الفرق ما بين الدي تي اف تي اللي هو الفورير ترانسفورم للديسكريت والزت ترانسفورمر، راح نشوف انه احنا كنا نستخدم مثل ما تعرفون الاكس اوف كابيتال اوميجا بالدي اف تي. هذه الأوميجا كابيتال باباتي، احنا مثل ما تعرفون احنا كنا من نريد نسوي كومبلكس اكسبوننشال، نقول شنو هو اي اس جي كي كابيتال أوميجا. هذه احنا بالزت الان راح يكون كل زت هو الاكسبوننشال مالت السيجما زائد الجي كابيتال أوميجا للكي. لذلك من ناحية الماثماتكس هو هذا الفرق، انه احنا راح نناقش الفريكوانسي دومين بالزت ترانسفورم على شكل جزء ريال وإماجيناري، وكأنه ده نرجع على مبدأ الأويلر فانكشن اللي تحدثنا عليه سابقا. طبعا الستركتر مال هذا الفصل مثل ما طرقنا سابقا، ونبدي بالاناليتيكال ديفلوبمنت. باباتي احنا لما كنا نريد نوجد الفورير ترانسفورم للدي تي اف تي، كنا نريد نوجد الفورير ترانسفورم للديسكريت، كنا نستخدم باباتي هذه كنا نستخدم هذه المعادلة اللي هي بال 13 واحد، اللي هو احنا كنا اذا عندنا x of k نريدها تكامل 1 على 2 باي، التكامل من 2 باي الى x of الكابيتال اوميجا اكسبوننشال j اوميجا كابيتال الk في d كابيتال اوميجا. اذا اردنا نرجع الديسكريت فورير ترانسفورم الى السيكونس، ايضا باباتي المعادله 13-2 تعرض لنا اذا نريد نوجد الفورير ترانسفورم اناليسيس ايكويشن، كانت السيكونس في الاكسبوننشال من الماينس جي كابيتال اوميجا كي في الفانكشن السميشن، احنا كنا ناخذه من ماينس انفينيتي الى انفينيتي مثل ما تعرفون. الان احنا من عرفنا انه كل زد هي الاكسبوننشال السيجما بلس الجي اوميجا كابيتال، فراح نعوض عن كل الاكسبوننشال، راح نعوض على الاكسبوننشال بما يساوي بفورمه الزت. لذلك راح تتولد عندنا المعادله 13-4 اللي هي تمثل لنا ايجاد الزت ترانسفورم. بابات الزت ترانسفورم حتساوي لنا السميشن من الماينس انفينيتي الى الانفينيتي الاكس اوف كي الزت للباور ماينس كي. هذه المعادله اللي راح نستخدمها لايجاد الزت ترانسفورم. اذا اردنا نوجد الانفيرس
بالاناليتيكال سوليوشن للزيت راح يكون عندنا المعادله 13.5 اللي هو داني عندي سيكونس اكس اوف كي اريده، وراح يكون 1 على 2 باي جي التكامل الاكس اوف زد في الزد قوه كي ماينص 1 الدي زد. فعندنا المعادله 13.5 و 13.4 ان يمثلين الزد اناليسيز والزد ساينثيسيس. يعني هذه المعادلتين هي تمثل الاكسشينج بين الاكس اوف كي والزد اللي رمزنا لها بالمعادله 13.6. إذا أردنا الآن نحل هذا المثال البسيط اللي قدامنا، analytical development يسمى أيضا بالبايلاترال زد ترانسفورم. بعدين هسه حناخذ يعني نتعرف على الفرق بين البايلاترال والانلاترال. فإذا عندي مثال باباتي، عندي السيكونس x of k يساوينا الاكسبوننشال الفا k لليو of k، هذا فورم احنا تعاملنا وياه، هذه فورمة الاكسبوننشال. فالآن نجي نعوض بالمعادلة 13.4، فراح تكون مثل ما قدامكم الاكس اوف كي تساوي السميشن من الماينس انفينيتي للانفينيتي الالفا كي اليو اوف كي في الزد قوة ماينس كي، فراح يكون هذا السميشن. باباتي هذا السميشن حيكون هو بحالتين، لما يكون الالفا في الزد قوة كي هو أقل من واحد فراح يكون 1 over 1 ماينس الالفا في الزد ماينس 1، و otherwise راح يكون undefined. فهذه باباتي الآن بالفقرة 13.1 اللي قدامكم، أنا إذا أريد أوجدها راح تكون عندي الحدود بالإماجينري والريال، هي هذه الدائرة اللي راح تكون هي من الزيرو ألفا إلى الزيرو ماينس ألفا. هذه اليونت سيركل باباتي هي يعني جوهر الكلام على الزت ترانسفورم. راح نشوف هذه بعدين هي تكون حدود الاستابيليتي، حتى احنا بصف رابع من راح ناخذ بالسيطره حدود الاستابيليتي بالزت ترانسفورم. احنا عندنا اليونت سيركل ايضا حنتعرف شنو اليونت سيركل وكذا. الان احنا عندنا الالفا اس كي لليو كي، اذا نريد ناخذ لها الزت ترانسفورم هي 1 على 1 ماينس الالفا زت ماينس 1. فبما انه احنا الحدود عندنا هي اليونت سيركل هي للواحد، اذا الزت حدوده أكبر أو يساوي الألفا بهذا السؤال، لذلك راح تكون الإكسبونينشال مالتي هذه بالزد هي هذه حدودها. أيضا باباتي عندنا المثال الثاني، إذا كان عندي السيكونس هو X of K هو ماينس ألفا K المرة بشيفتنج بمقدار U ماينس K ماينس 1، راح نشوف شلون راح نوجد الزت ترانسفورم مالته. ايضا راح نعوض المعادله 13.4، فراح يكون السميشن هو طبعا لانه احنا من ماينس انفينيتي الى انفينيتي واحنا عندنا الشيفتنج هو منتهي بواحد، فراح يكون من ماينس انفينيتي الى الواحد. حتى نحوله للاكسبوننشال البوزيتيف راح نفرض الام هو يساوي الماينس كي، فراح يكون السميشن هو من الام يساوي واحد الى الانفينيتي الفا ماينس باور ماينس واحد في الزت اس ام. هذه هي لها 2 فورم، اذا الالفا ماينس 1 في الزد الابسوليوت هي اصغر من 1 فراح تكون هي الالفا ماينس 1 الزد على 1 ماينس الالفا ماينس 1 الزد، والاذروايز هي الانديفند. اذا نعيد صياغتها، الاكس اوف زد هي راح تساوي 1 على 1 ماينس الالفا الزد هو ماينس 1 لما الزد هو اكبر او يساوي الابسوليوت الفا، لذلك الان صارت عندنا الحدود هي أكبر أو يساوي الألفا مو أقل أو يساوي الألفا. تكون عندنا الزت ترانسفورم لهذا الفانكشن هي بهالشكل. هذا الرسم اللي قدامكم هو التمثيل مالت الفانكشن هذه اللي هي ماينس ألفا كي اليو أوف كي ماينس واحد. الآن باباتي حناخذ الانلاترال زت ترانسفورم، أخذنا البايلاترال وراح نشوف شنو هو الفرق ما بيناتهم. باباتي اللاترال هو يستخدم ويا الكازل فانكشن، لذلك أنا لما عندي أنتم تعرفون شنو الكازل فانكشن طبعا، يعني الكازل فانكشن احنا أخذناها وشرحناها سابقا، أو الكازل سيستم نفس المبدأ، هو السيستم اللي يعتمد الأوتبوت مالته على الانبوت الحالي والانبوت السابق، ما عنده انبوت قادم، لذلك يعني هو يمثل ب اليو اوف كي، اليو اوف كي ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 الى ماينس ان، ما عندنا يو اوف كي بلس 1، فهذا يسمى بالكازل سيستم او الكازل
function. لذلك البايلاترال هو يستخدم لما يكون عندي كازل ونون كازل البايلاترال، لكن الانلاترال هو فقط للكازل. طبعا بما انه يعني هو البايلاترال يستخدم للكازل والانكازل، لكن احنا مثل ما تعرفون احنا بالفيزيك سيستم دائما نستخدم الكازل فانكشن. ما عندنا سيستم بالحقيقه يعتمد على انبوت لاحق حيجينا بالمستقبل، لذلك احنا حنتطرق بدراستنا للانلاترال، لكن حتى تفهمون هذا المفهوم اللي هو البايلاترال والانلاترال ناخذ المقارنه ما بيناتهم. الان باباتي عندنا بالمثال 13-3 عندنا خمسه فانكشنز، هاي حنوجد لها الانلاترال زت الترانسفورم. الأول واحدة هي الإمبالس ريسبونس، الثانية هي الستيب ريسبونس اليونت ستيب ريسبونس، الثانية هي الإكسبونينشال سيكونس، والأخرى هي فيرست أوردر رايزنج تايم يعني يزداد ويا الأوردر، والثانية هي تايم ليميت الواحد لما يكون الكي من الصفر إلى الواحد، واثنين من الكي من اثنين إلى الخمسة، والأذروايز هو زيرو. فراح نشوف إنه باباتي الدلتا خليها ما عندنا غير فقط الزت والزيرو، فلذلك هو واحد، لذلك راح تكون within اليونت سيركل، هي إذن داخل الزت بلين. الآن باباتي الفرع الثاني عندنا، إذا عندنا هيك فانكشن زت أس ماينس كي عندنا، فراح تنضرب بالواحد لأنه عنده يونت ستيب، فراح يكون 1 أوفر 1 ماينس الزت أس ناقص واحد، لما تكون الزت ناقص واحد هي أقل من الواحد. Otherwise هو راح يكون undefined. عندنا الفرع الثالث، إذا كان عندنا أي K exponential فراح يكون بهالشكل هذا، 1 على 1 ماينس الـ A الألفا Z ماينس 1، لما الألفا Z ماينس 1 هي أصغر من الواحد، لذلك راح تكون الحدود هي لأكبر أو يساوي الأبسليوت ألفا. أيضا عندنا الـ K في الألفا أس K للـ U of K، ايضا نستخدم المعادله 13-4، فحسب الفورم اللي عندنا باباتي راح يكون السميشن، هو هذا جنرال فورم استخدمناه سابقا، انه اذا انا عندي كي في الار اس كي السميشن مالته هو ار على 1 ماينس الار الكل، ار على 1 ماينس ار سكوير، لذلك راح تكون بهالشكل هذا الفا زت ماينس 1 على القوس تربيع. هذه ممكن نكتبها ب 2 فورم اللي قدامكم، اما الفا زت ماينس 1 على 1 ماينس الفا زت ماينس واحد القوس تربيع، او الفا زت زت ماينس الالفا سكوير سيم، فقط ترتيب للمعادله. وبات عندنا الفرع الخامس، اذا كان عندي الاكس اوف كي هو بهالشكل هذا، فراح نعوض عن سيكونس الاكس اوف 0 في الاكس اوف 1 زت ماينس 1 الى الاكس اوف 5 زت كي، فراح نعوض عنه بالفورم اللي عندنا، فراح يكون عندنا 1 لان الاكس اوف 0 والاكس اوف 1 هو 1، فراح يكون 1 بلس زد ماينس 1، بعدين حيجي لنا 2 هو يساوي، فراح يكون 2 في الزد قوه ناقص 2 بلس 2 في الزد ناقص 5، وهكذا البقيه راح تكون هاي عندنا 5 تيرم بهالشكل هذا. الحدود هي فقط داخل الزد ما عدا الزت يساوينا زيرو. عندنا الآن نأخذ الريليشن بين فورير ترانسفورم بالديسكريت مع الزت ترانسفورم. باباتي احنا هسه الآن المعادلة هسه الآن 13-8، باباتي سابقا احنا أخذنا لما نريد نوجد الفورير ترانسفورم راح يكون عندنا الإكسبونينشال، فإذا هو مقارنة بالزت هو يساوي للزت لما يكون الزت يساوينا الإكسبونينشال جي كابيتال أوميجا، فهذا من الناحية الرياضية هذا الفرق، انه هاني كل زت عندي هو يساوي الاكسبونينشال ماينس جي اوميجا. هذه باباتي الان عندنا هذا التيبل يمثل لنا الزت ترانسفورم للكازل سيكونس ديسكريت فانكشن، فاذا انا عندي اليونت امبلس الاكس اوف كي فهي الزت ترانسفورم مالتها هي شنو هو 1، عندي الشيفتنج هي زت للكي قوة ماينس كي نوت باستثناء الزت تساوينا 0، اليونت ستيب هي بهالشكل هذا 1 اوفر 1 ماينس زت ماينس 1. اذا الان اذا واحد يسالك هذه ستاندر فورم حتكون عندك بعدين، انه انا اذا عندي ال1 لما اخذ لها الزت ترانسفورم هي زت اوفر الزت ماينس 1، الاكسبونينشال هو زت زت ماينس الالفا،
z over z minus الألفا بمقدار الإكسبونيشن، وهكذا. هذه اللي قدامكم الفانكشنز اللي احنا نستخدمها بالتابل 13.1. هذه بقية الفانكشنز، عندي الترانجومتريك فانكشنز، الساين والكوساين، والساين لما والكوساين ينضربون بالإكسبونيشن، وهكذا. هذا التابل باباتي حنتطرق له دائما، هذا هو ستاندر فورم، حتى اكو طريقة راح ناخذها بإيجاد الانفرس ترانسفورم، هي اسمها اللوك اب تيبل او التيبل لوك اب، وراح نتعرف عليها ايضا مثل ما كان عندنا ستاندر فورم للتيبلز اللي تطرقنا لها ب 11.2 اللي كانت تخص الفورير ترانسفورم والفورير سيريز. الان عندنا الريجن اوف كوفاريانس اللي هي الريجن اللي عندنا تكون بيها الزت معرفه هذه الفانكشن. الان اذا عندي سيكونس بهالشكل هذا كوساين 0.2 باي كي في اليو اوف كي، انا الان من اشوف هذا باقارنا بالتابل 13.1 القى انه الزت ترانسفورم هو الى المعرف قدامكم 1 ماينس الكوساين كابيتال اوميجا نوت في الزت ماينس 1 اوفر ال1 ماينس كوساين الكابيتال اوميجا زت ماينس 1 بلس زت قوه ماينس 2. الان اذا اريد اجي اعوض عن الاوميجا نوت بالبوينت 2 باي اوجد 2 بوينت. الان البوينت الاولى زت 1 هي 2 بلس جي بوينت 6، والثانيه هي زت بوينت 8 بلس جي بوينت 9. هذول هم الروتس لهاي المعادله اذا اني عوضت عن الاوميجا نوت بالبوينت 2 باي. الان نريد نعرف ياهو داخل الحدود مالت الزت وياهو اللي خارج من هذني ال2 زت، الزت 1 والزت 2، حتى نتعرف على شنو معنى الريجن اوف كوفاريانس. الان بابا اذا نجي ناخذ الفورم ونعوض بها، عوض اول مره الزت 1 اللي هي 2 بلس الجي بوينت 6، راح تكون الاكس اوف زت جي تساوي 1.39 ماينس جي بوينت 05. الان النقطه 0.8 بلس جي بوينت 6 هي واقع خارج ابسوليوت زت اكبر من 1، يعني داخله اقل من الناقص 1، اما الاكبر من الناقص 1 هي 1.39، فراح تكون هذه ضمن حدود الكوفاريانس. لذلك الكوفاريانس هو بلان من ال 2D من الزت ابسوليوت الزت نوت الى الزت نوت، مثل ما احنا نتكلم عن الابسوليوت زت اكبر او من 1 او يساوي 1، اللي يساوي 1 هي within اليونت سيركل، الاكبر من 1 هي اوتسايد اليونت سيركل. لذلك باباتي هذه مفهوم الكوفاريانس. انا اذا عندي الكوفاريانس من ماينس انفينيتي الى انفينيتي فراح تكون الزت هي كل البلين، هاي بصوره عامه. فلازم تنتبهون من اني انطي سؤال تكون الحدود وين لما اريد اتكلم انه هذه هي within الكوفاريانس ريجن لو اوتسايد الكوفاريانس ريجن. باباتي الان ناخذ انفيرس زت ترانسفورم. مواتي الانفيرزن ترانسفورم توجد باربع طرق، بالتيبل لوك اب ميثود او معروف يلفظ باللوك اب تيبل، والانفيرجن فورمولا ميثود، والبارشال فراكشن اكسبانشن ميثود، والباور سيريز ميثود. باباتي اول طريقتين احنا ما راح ناخذهم، ليش؟ لانه اللوك اب تيبل حشرحها. اللوك اب تيبل باباتي انه انا عندي تيبل واجي اقارن معه، وهذه الطريقه مو للتعلم الطلاب، هذه الطريقه يستخدمها اليوزرز لما تكون عنده لوك اب تيبل لكل الفانكشن، وانا احتاج مجرد اباو على الفانكشن واخذ الزت ترانسفورم مالتها واستخدمها. فهي طريقه ما معتمده للتدريس للتفهيم الطالب شلون اوجد الزت ترانسفورم، لان بس عندي تيبل واقارن وياه ما نستخدمها، لكن هي طريقه معتمده بالسلوك. يعني بعدين انتم تخرجون ان شاء الله وتستخدم، مو بالضروره تحسب فانكشن تطلع على الزت، تروح على اللوك اب تيبل تشوفه وتاخذه. الانفيرجن فورمولا ميثود باباتي هذه تعتمد على الكنتور انتجريشن، وهذه طريقه جدا معقده لكن هي طريقه موجوده واشتقت يعني قديما من بدايات القرن العشرين، اشتقت هذه الطريقه وموجوده لكن صعوبتها ما تستخدم ولا تدرس. اللوك اب تيبل باباتي هسه الان اذا عندي هذه يعني قدامكم الفانكشن اريد اوجد لها، فاروح اقارن مع التيبل اللي عندي 13.1 اللي اخذناه، اشوف الفانكشن شنو اللي تساوي. مثلا عندي 0.3 اس كي اليو اوف كي، حسب التيبل راح اوجد لها انه تساوي ان ال1 اوفر ال1 ماينس 0.3 زت ماينس 1، وحدود الكوفاريانس ريجن مالته هو الابسوليوت زت
أكبر من البوينت 3. فإذا الـ inverse formula method والlookup table ما راح نتطرق لها، راح نأخذ الطريقة المعتمدة الاثنين اللي أول واحدة هي البارشال فراكشن ميثود. بابات البارشال فراكشن ميثود طريقة مو غريبة عليكم، ليش؟ لأنه أنتم استخدمتوها بإيجاد اللابلاس بالكورس الأول، نفس المبدأ لكن الآن باستخدام الزد. لذلك إذا أنا عندي الآن معادلة 13.9 أي باباتي، عندي معادلة ترانسفير فانكشن نيومينيتر ودينومينيتر. احنا نعرف أنه جذور الدينومينيتر نسميها بولز، وجذور النيومينيتر نسميها بالزيروز. هذه باباتي الآن أرتبها بشكل الزت أم ماينس أن، بحيث تكون عندي الون هو أول تيرم بالدينومينيتر، فراح تكون الون بلاس الأي سب الأن ماينس وان في الزت ماينس باور ماينس وان إلى الأي نوت زت أن، حتى تكون هذه يسمى البولينوميال من الزت قوة باور إلى الأي نوت بالمعادلة 13.10. الآن باباتي هذه إيش تسمى؟ هذه تسمى بالكاركترستيك إكواجين. لذلك أول مرة أحسب الروت مالت الكاركترستيك إكواجين مثل ما كنا نسوي باللابلاس. بعد ما أحسب الروت اللي راح تكون تشكل عندي ب 13.11 هذه المعادلة، الخطوة اللي بعدها إنه أنا أستخدم هاف سايد بارشال فراكشن. وهاف سايد هذا عالم ماثماتكس إنجليزي، ولد عام 1850 وتوفى 1925. هذا مهندس كهرباء هو بالأساس، واشتغل هواية بالماثماتكس وبالإلكتريكال، وعنده هواية اختراعات منها البارشال فراكشن، منها الإلكترومغنتيك سيركت وغيرها. فالروتس على سيكونس من الباراميترز اللي هي كي نوت كي وان إلى الكي أن حسب الأوردر مال السيستم، وخلى طريقة نوجد بها هاي الباراميترز كي اللي هي شنو هو معادلة 13.3 اللي هي الكي آر، أي كي من عندهم الوان التور تري كي آر اللي هو الآر رينج مالته من الزيرو إلى الأن، راح يكون الزت ماينس البي آر اللي هو وين الروت واقع مالته. فباباتي إذا أنا دا أتكلم على الروت الثاني دا أريد أوجد الكي 2، إذن أستخدم الزت ماينس البي 2 مثلا، أضربها في الان زت أوفر زت في الدي أوف زت، وأعوض بكل زت بمقدار البي 2 راح أوجد الكي 2، وهكذا. هذه النقطة الثانية. بعدها بعد ما أوجد ال باراميترز عندي أشكل المعادلة 13.14 بي. الآن النقطة اللي بعدها أوجد الزت الانفيرس زت ترانسفورم باستخدام شنو؟ باستخدام إنه أوجد الزت انفيرس لكل تيرم من هذه التيرم، راح تكون سهلة جدا، فأوجدها باستخدام التيبل 13.1 لأنه غالبا راح تكون هذه السب تيرم هي سهلة جدا وموجودة بالستاندرد فورم. لذلك أوجد من مجموع الانفيرس تيرمز للسيكونس الاكس اوف كي اللي هو بالمعادلة 13.14 سي. هذه هي طريقة البارشال فراكشن. فالآن إذا عندي هذا المثال 13.4 منطيني ب 3 بارتس. الأول هو الاكس اوف زد هي زد اوفر زد سكوير 3 زد بلس 2، والثاني الاكس اوف 2 والاكس اوف 3، وأريد أوجد الـ inverse Z transform باستخدام الـ partial fraction، فراح نتعرف عليها شلون. الآن الفرع الأول باباتي نشوف أنه الآن وجدنا الروتس، واللي هي الروتس للـ Z square minus 3 Z plus 2 هي Z minus 1 وZ minus 2، شكلنا الـ K1 والـ K2. الآن باستخدام الـ half side partial fraction expansion formula راح نوجد الـ K1 والـ K2، هذه معروفة بالنسبة لكم. الـ K1 حيكون يساوي لنا الـ minus 1 والـ K2 هو الـ 1. باستخدام الـ lookup table راح نقدر نتعرف على الـ inverse مالت الـ 1 over الـ 1 minus Z1 والـ 1 over الـ 1 minus 2 Z2، راح تكون الـ X1 of K هي الـ U of K plus 2 قوة K الـ U of K. ترتيبها نقاوس هو 2K 2 هو K-1 لليو أوف K. الفرع الثاني باباتي نفس الأسلوب، هذه يراد
ورقة وقلم وتقعد تحلها، لأنه يعني مو بالشرح تنفهم، مجرد بالتطبيق. وهذه يعني معروفة وشي بسيط، البارشل فراكشن احنا نستخدمه وياكم حل بالدوائر الكهربائية بالصف ثاني، فمعروف عندكم. نفس الطريقة راح نوجد الفرع الثاني، وأيضا نفس المفهوم بالفرع الثالث. هذه باباتي A وال B وال C رسمهم، بعد ما أوجد الـ X of K أجي أعوض بقيم الـ K حتى أرسم الـ X of K، فأدي الـ X1 of K هالشكل هذا، الـ X of 2 في الفقر B، والـ X 3 of K هي الفرع C. الطريقة الثانية اللي هي الـ Power Series Method، باباتي هذه الطريقة معتمدة على شيء شائع عندنا الاستخدام ومفهوم بسيط، انه انا استخدم طريقة اللونج ديفيجن، القسمة الطويلة مثل ما احنا نسميها، مجرد انه تقسم النيومينيتر على الدينومينيتر وتوجد السيكونس الكي زد وتعوض بي. راح نشوف هي طريقة كلش سهلة، واكو فانكشنز ايجادها بالبارشال فراكشن سهل، واكو فانكشنز طريقة ايجادها بالباور سيريز ميثود هو أسهل، لذلك وجدت هذه الطريقتين. إذا نجي على نفس الأمثلة وريد نحلهم باباتي، راح تكون كالتالي. الآن إذا عندي Z الفرع الأول، Z over Z square minus 3Z plus 2، أجي أقسم سوي قسمة طويلة بين Z و Z square minus 3Z plus 2، فراح تكون هذا السيكوينس. أنا إلى أي باور أريده، كم تيرم أريد أوجد، 5 تيرم 4 تيرم، الآن أنا وجدت 4 تيرم، Z minus 1 Z minus 2 Z minus 3 Z minus 4 بالشكل هذا، فأوجده وأعوض بالفورم، فراح تكون عندي الـ X of 1K هي الـ X1 الـ X2 الـ X3 إلى السيكونس اللي عندي، كذلك الفرع الثاني وكذلك الفرع الثالث. إذا نروح على هذه القيم راح نلقاها هي نفسها اللي وجدناها بالرسم، هذه الـ 1 3 7 15، هذا السيكونس هو نفسه لما سوينا القسمة الطويلة، ودن شوفها بهذه من عوضنا. تشوفوا هذه اللي قدامكم، هذه الـ X of 0 0 الـ X of 1 1 3 7 15. فهذه الطريقة ممكن تكون أسهل بفنكشن معينة لما تكون سهلة الديفيجن، لكن لما تكون الفنكشن شوية معقدة مثل الفرع الثالث راح يكون القسمة يعني مو سهلة، فيصير الخطأ بها أكثر. لذلك هذا هو استخدام الطريقتين الباور سيريز والبارشال فراكشن. باباتي البروبرتيز للزت ترانسفورم، باباتي البروبرتيز أنا ما هطالبكم ببروفد مالتها نهائيا، لكن لازم تتعرفون عليها. أول بروبرتيز عندنا هي اللينيارتي، واللينيارتي معروف، إذا أنا عندي تو فانكشنز وجدت لها الزت ترانسفورم، فإذا هذه التو سيكونس مضروبة في كونستانت A1 و A2، فهي أيضا تساوي لما نضرب الزت ترانسفورم مالتها بالـ A1 والـ A2، وهكذا. احنا عندنا الخواص راح يعني تطلعون عليها هنا، هي اللينيارتي والتايم سكيلينج والتايم شيفتينج للنون كازل فانكشن، والتايم شيفتينج للكازل، والفريكونسي شيفتينج، والتايم ديفرنس، والتايم اكوموليشن، والزت دومين. هذه باباتي قدامكم هي شنو كل فورم لها. فإذا عدنا نجي على التايم سكيلينج، عندي الـ X of M هي نفسها لما توجد لي الـ X capital Z M، والشيفتينج هو يكون بهالشكل هذا، راح ينضرب إذا عندي X الـ sequence K minus الـ M، فراح تكون الـ Z M في الـ X of M. لما عندي كازل function أيضا، إذا عندي X K M في الـ U of K minus M، فراح تكون هي الـ Z M. الـ X المرة هي مو continuous، هي عد covariance معين، هذا المقصود بهذولة، انه عد covariance معين مو لكل الريجن. الفريكوينسي شيفتنج ايضا عندنا، والتايم ديفرنس. هذه باباتي نستفاد من هذا التيبل 13.2 بايجاد بعض الفانكشنز مباشرة. هاني اريدكم تتعرفون على هذا التيبل وتفهموه، ما يحتاج البروفد القادم اللي هو راح نطرق عليه بكل واحدة من هذه الفانكشن. أيضا عندنا الانيشال فاليو والفاينال فاليو ثيرم بالبروبرتيز. أيضا هذه البروبرتيز اللي هي تقريبا هي 10 أو 11 بروبرتيز، لازم تتعرفوا عليها بهذا التيبل باباتي وتفهموها.
ما نحتاج البروفد مالتها هذه. الآن باباتي هذه بالبروفد موجودة أمثلة، هذه الأمثلة باباتي اطلعوا عليها لأن هذه تفيدكم بالحلول. مثل هذا المثال 13.6 باباتي اللي قدامكم. الآن إذا عندي أني هيتشي ديسكريت سيكونس الـ X of K، الانيشال مالتا الـ X of minus 1 هو 11/6 والـ X minus 2 هو 37/36 وأريد أوجد الـ Z لهيتشي تير، فباباتي بعد ما أعوض بهذه القيم راح تنتج لي المعادلة اللي هي G of Z الـ X of Z minus 5 في هذا الترم 6 في هذا الترم اللي أمامكم. هذه باباتي النهاية انه تساوي ان ال1 minus ال5 z minus 1 plus 6 z minus 2 ال x of z plus ال11 z minus 1 minus 3. هذا هو مقدار الشيفتنج اللي بها. ايضا التايم ديفرنس باباتي هذا الخاصية اللي امامكم ايضا بهذا المثال. اذا انا عندي ال x of k للدلتا of k يكون بهالشكل هذا، وايضا z domain time convolution ايضا انه اني اذا عندي مضروب السيكونس 2 مضروب السيكونس ايضا هي بالزت ترانسفورم. هي الان باباتي ناخذ موضوع سوليوشن للديفرنس اكويجن. احنا سابقا اخذنا شلون نوجد الديفرنس اكويجن وتطرقنا لها شابتر 9 وشابتر 10 وتعاملنا وياها. الان باباتي اذا عندنا هذا المثال، عندي باباتي هذا الكازل سيستم معرف بهذه المعادله 13 30، ومنطيني الانيشال الواي ماينس 1 والواي ماينس 2 هذه اللي امامكم اللي هو نفسه هذا السيستم تعاملنا وياه بالمثال 13 6. الان باباتي شلون اوجد الديفرنس هذه الاوتبوت مالته. تعرفنا احنا شلون نوجد الزت ترانسفورم للسيستم. الان الزت ترانسفورم لهذا الترم اللي هو الرايت سايد ممكن اوجده بسهوله بهالشكل هذا، ممكن اوجده بسهوله للرايت سايد راح يكون 3z minus 1 الـ x of z في plus 5z قوة minus 2 الـ x of z. الآن بعد ما أوجده بالمثال 13.6 طرقنا إلى إيجاد الـ left side اللي هو هذا، فباستخدام الفورم مال 13.6 راح يكون عندي بهالشكل هذا الفورم. الـ y of z اللي هو احنا نطمح انه نوجده، ف الواي زت الان ممكن فقط ارتبه اقسم على البارامتر مالته هذه، فراح تكون عندي 2 تيرم هذه ال 11 زت ماينس 1 ماينس 3 تقسيم هذه وهذا التيرم تقسيم ذولا اثنيناتهم، فراح يكون وهذا التيرم راح يكون ايضا مقسوم على هذا البارامترز مالت الواي اوف زت، فراح يكون الواي اوف زت بالشكل هذا. الواي اوف زت الان اوجد الروتس مالته واستخدم البارشل فراكشن اللي تعرفنا عليها، فراح يكون الواي اوف زد بالشكل هذا. اقدر اوجد له الانفيرس مالته وراح يكون الواي اوف كي هو مثل ما واضح امامكم هذا الواي اوف كي، والكي هو اكبر من الصفر اقدر اوجد له. الان الفيجر 13.5 هو الفيجر 13.5 يمثل الاوتبوت ريسبونس، الفيجر 13.5 يمثل الاوتبوت ريسبونس لللينير تايم invariant discrete system اللي هو امامكم. الان اذا نريد ال z transfer function لل LTID system، باباتي مثل ما تعرفون احنا ال transfer function معروفه عندكم، احنا عرفناها ال transfer function سابقا تكلمت لكم عليها، هي تمثل الراشيو بين ال input وال output، اي انه هي عباره عن 2 term numerator على denominator بسط على مقام، ونحن نعرف انه الروتس للدينومينيتر هي البولز والروتس للنومينيتر الزيرو. شلون نوجدها للسيستم؟ طبعا نقسم الريشيو اللي هي تمثل يعني ماثماتيكالي هي النسبه بين الانبوت والاوتبوت، لذلك ماثماتيكالي هي هذه هي بهالشكل. و احنا عندنا انظمة الفيزيكس هي ريشيو بين الانبوت والاوتبوت، لذلك عندنا مثال 13 13. عندي هذه الفورمز هي ترانسفير فانكشن، فاريد اوجد الروتس، فال
سيستم الأول الـ H1 of Z راح نشوف أنه هو إلى روتين بـ L1 و L2، وعندنا الـ 2 عند 3 root هو الـ 0.1 والـ 0.5 والـ minus 0.2، وعندنا الثالث راح يكون إلى 3 zeros و 3 poles مثل ما واضح قدامكم. الزيروز باباتي على شكل دائرة والفولز على شكل كروس نمثله بالريال إماجيناري أكسس مثل ما واضح قدامكم. السيستم الأخير H4 of Z راح يكون إلى 2 زيروز وأشقد أدنى 3 بولز مثل ما واضح قدامكم بهذه الفورم بعد ما سوينا لها تحليل، فراح تكون هذه الـ 2 زيروز وهذه الـ 3 بولز، أوكي، بها جزء إماجينري وجزء ريال، وعادة هذه تسمى بالكونجيجيت روتس لما يكون دائما الجزء الخيالي متساوي بها الإماجينري، فتسمى هذه هسه الآن عندنا تسمى كونجيجيت بولز، أوكي. الآن نوجد الإمبالس ريسبونس اللي إحنا وجدناه سابقا وتعاملنا وياه بالشابتر التاسع وبالشابتر العاشر، ف إذا أريد نوجد أن هذا المثال 13-14 أن هذا السيستم وأريد أوجد الريسبونس مالته، اعتيادي إحنا ما نتعرف ممكن أوجد الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن مضروبة بالإنبوت ينتج لي الأوتبوت اللي هو إحنا نسعى له اللي هو الريسبونس. فإذا عندي هذه المعادلة 13-40 توصف لي السيستم فأوجد لها الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن شوفوا باباتي راح تكون هي الريشيو بين الانبوت والاوتبوت، فراح تكون 2 على ال1 minus 3 over 4 z minus 1 plus ال1 8 and 1 over 8 z minus 2. هذه الان الترانسفير فانكشن اضربها بالانبوت اوجد الاوتبوت، اوكي. الريليشن بين اللابلاس والز ترانسفورم باباتي احنا مثل ما تعرفون بالاناليسيس بالكونتينيوس اعتمدنا عليه من على اللابلاس، بالاناليسيس بالفريكوانسي اعتمدنا على الزت ترانسفورم. العلاقه ما بيناتهم شيء بسيط حنوجدها انه كل زت شيء يساوي لي، فباباتي احنا عندنا كل زت هو يساوي لي الاكسبونينشال اس تي، هذا هو العلاقه ما بين الزت و الزت والاس دومين. لذلك عندي هذه المعادلة اللي هي 13-41a الاكس اوف اس شو يساوي لي؟ يساوي لي الاكس اوف زت لما كل زت يساوي لي الاكسبونينشال اس تي. باباتي الان اذا اريد اوجد بالمثال 13-15 عندي هذا السيستم الاتش اوف كي مالته هي 0.5 U of K، وهذا احنا السيستم تعاملنا وياه بالشابتر التاسع حلينا عليه امثله هوايه. هذا باباتي انا اريد اوجد لها الزت ترانسفير فانكشن واريد اوجد الكوفلنت لابلاس ترانسفير فانكشن، استخدم اللابلاس دومين حتى اوجد السيستم، شيك السيستم هل هو ستيبل اور انستيبل. باباتي الفرع الاول الزت ترانسفورم لل 0.5 مباشره معرفه عندنا الزت ترانسفورم للاكسبونينشال هي ما زت اوفر زت ماينس 0.5 او ال1 اوفر ال1 ماينس 0.5 زت ماينس 1، وهذه تعرفنا عليها وشرحناها بالامثله اللي بدايه المحاضره. الان اوجد اللابلاس ترانسفير فانكشن اعوض بكل زت بايش؟ باكسبونينشال الاس تي، فراح تكون بهالشكل هذا للترانسفير فانكشن اس دومين. الفرع الثالث باباتي اشيك هذا السيستم ستيبل لو انستيبل، احنا نعرف اذا الروتس مال السيستم كلها بالليفت سايد فهو ستيبل، واذا عندنا اي روت هو بالرايت سايد فهو السيستم انستيبل. مثل ما تشوفون بالفقره 13-8 هذه الروتس هي كلها بالليفت سايد، فمجرد ما اعوضها راح اشيك انه هذا السيستم هو ستيبل، اوكي. باباتي هذه العلاقه ما بين اللابلاس والزت ترانسفورم. الان نريد نشوف العلاقه ما بين الديسكريت فورير ترانسفورم والزت ترانسفورم. باباتي احنا بشابتر 11 عرضنا فورم لايجاد الديسكريت فورير ترانسفورم وقلنا احنا تتعامل ويا الكابيتال اوميجا.
الآن الكابتل أوميجا إحنا مثل ما نعرف بالذات الترانسفورم هذا الكومبلكس فريكوانسي اللي هو ريال وإماجينيريك راح يكون هو سيجما بلاس جي أوميجا، فهذا الفرق ما بيناتهم. لذلك أنا من أريد أسوي أناليسز بالزت ترانسفورم أخلي بحساباتي إذا أريد أقارنه ويا الديسكريت فورير ترانسفورم إنه أنا عندي هناك بالفريكوانسي يعني بالديسكريت فورير ترانسفورم استخدمت فقط الريال فريكوانسي اللي هي الأوميجا كابيتال أوميجا، أما الآن إحنا بدنا نستخدم كومبلكس فريكوانسي سيجما بلاس جي أوميجا. راح نشوف باباتي بهذا المثال إذا عندي يعني H of K هي 0.5 SK في U of K وعندي هذا السيكونس اللي هو كوساين باي K over 3 لل U of K شون حوجد السيستم. أول مرة إذا باستخدام Z ترانسفورم فاني أوجد H of Z وعندي X of Z أيضا أضرب الـ H of Z في الـ X of Z حيكون الـ Y of Z باستخدام الـ Partial Fraction حوجد الـ Y of K مالتي وراح يكون بهالشكل هذا اللي قدامكم. باستخدام الـ Discrete Fourier Transform احنا وجدناها سابقا هذه الـ H of Capital Omega تعاملنا وياها وجدناها سابقا لما يكون الـ Function هي 0.5 أس K بعد ما أوجدها أيضا أوجد الـ H وأدخل الانبوت اللي هو الكوساين باي كي اوفر 3 بلس الكابيتال الفيز حدخل الانبوت اللي عندي السيكونس على الاتش اوف كابيتال اوميجا حتى اوجد الواي اوف كي بالديسكريت فورير ترانسفورم. باباتي هذا كل ما موجود بالشابتر 13. باباتي عيدوا حل الامثله بايديكم وحتى تتعرفون على التعاملات بالرياضيات شلون تتم وشلون نستخرج الناتج لأن هذا كلش مهم لكم، وإن شاء الله يكون الموضوع سهل عليكم. بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.